نعم فالقرآن كلام الله، نعم رسائل من ربنا. وإذا كان كذلك فالمذنب يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام، لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض، لأن العرب تقول هو حري بكذا. أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. ما فيها من أشجار وما فيها من جبال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رؤية الهلال سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاليوم نقف مع سورة التغابن، وأنبه إلى أمرين أو إلى ثلاثة. الأمر الأول أن سآخذ هذه السورة في درس واحد، نظراً لأن قسمتها فيه صعوبة، وبخاصة للأمر الثاني وهو أننا في الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، فهناك مؤتمر عالمي عن التدبر سيعقد بإذن الله في المغرب، في دولة المغرب في الدار البيضاء، ولذلك قد لا أكون موجودا. فلهذا بدل أن نقسم السورة وأيضا يطول الوقت علينا، مع إمكاني أخذها في درس واحد، فبعد الاستشارة وبخاصة ممن هو معني بهذا الدرس وإعداده ومعرفة طوله وقصره، ترجح أن يكون في درس واحد. الأمر الثالث أن بعض الأخوة أحياناً، من يكون تحت القبة قد يشعر بشيء من الصدى كما حدث في الأسبوع الماضي، وبعد سؤال الأخوة المختصين قالوا ليس هناك مشكلة في الصوت إطلاقاً، لكن من يجد الصدى بإمكانه أن يذهب إلى يمين الصف أو يساره، أي ليس تحت القبة، وسيدرك أنه ليس هناك مشكلة في الصوتيات، حتى ما يحدث المقاطعة كما حدث أكثر من مرة في الأسبوع الماضي. بارك الله فيكم، ونحن حريصون على ما يسعدكم، لأنني أدرك أن أي أخ جاء وجلس يريد أن يستفيد ويريد أن يسمع، فاهتممنا بهذا الأمر حتى وصلنا إلى هذه النتيجة، وأسأل الله التوفيق والسداد. نستمع الآن إلى قراءة السورة لإمام الحرم الشيخ ماهر العميقري، ثم بعد ذلك أقف مع ما يتيسر فيها من تدبرات، والله أعلم. والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض.
هذه السورة اسمها سورة التغابن، ولم يرد أي اسم آخر لغير هذا الاسم، ودلالة الاسم ظاهرة وواضحة لأنها تتحدث عن اليوم الآخر، وهناك يحدث التغابن العظيم، كما أن التغابن يحدث في الدنيا، لكن تغابن الدنيا يمكن أولاً أن يستدرك، ولذلك في باب الفقه باب الغبن، لو أن إنساناً غبنه آخر فيستطيع أن يقيم دعوة ويزال الغبن، أما في الآخرة فالغبن عظيم خاصة بالنسبة للكفار، فهو يوم التغابن، وسيأتي مزيد بيان لذلك عند المرور عن الآية بإذن الله. هذه السورة الأكثرون قالوا إنها مدنية، أي نزلت بالمدينة، وقيل إنها مكية ومدنية كما قال بذلك الكلبي، وقال الضحاك هي مكية فقط، ولكن الأرجح كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن أن فيها آيات مكية وآيات مدنية. فالقسم الأول منها الذي يتحدث عن البعث والنشور وعن يوم التغابن هذا مكي، والآيات التي بدأت في توجيه الخطاب للمؤمنين فإنها مدني على قواعد المفسرين في هذا الأمر. وكما قلت التغابن هو معنى التغابن هو أن يغبن القوم بعضهم بعضا، فقيل عن يوم القيامة إنه يوم التغابن، وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار، ولا أعظم من هذا الغبن، بل إنه ورد حديث حسنه الألباني أن يقال للمؤمن هذا مقعدك من النار لو أسأت ولكنك أحسنت فهذا مقعدك من الجنة، أنا أروي الحديث بالمعنى، ويقال للكافر وهنا الغبن لأنهم هم الذين يغبنون هذا مقعدك في الجنة لو آمنت ولكن لأنه كفر فهذا مقعده من النار. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا في حديث صحيح مسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني مقعده يوم القيامة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال في الحديث بعد أن ذكر عندما يقعد المؤمن ويأتيه الملكان فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، يقال للمؤمن انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة الحديث. فلا شك أن هناك يكون الغبن عندما كما قلنا يقال للكافر هذا مقعدك من الجنة ومكانك من الجنة لو آمنت ثم يلقى به في النار والعياذ بالله. الناس الآن لو جاء إنسان أراد يشتري أرض ثم تأخر يوم أو يومين فاشتراها غيره وكسب بها مبلغا عظيما، أحس بالغبن وحس بالحسرة وكيف فرط فيها وكيف ضاعت عليه، كما مع أنني قلت لكم أن غبن الدنيا أمره يسير نسبيا وفي الوقت نفسه يمكن أن يسترد. فلذلك يقول القرطبي رحمه الله سمي يوم القيامة يوم التغابن لأنه يغبن فيه أهل أو لأنه يغبن فيه أهل الجنة أهل النار. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هما أصدقاء هما أصحاب
فأراد أحدهما أن يرد الآخر بالكفر، ولكن الله وفقه فآمن وثبت حتى لقي الله. فيوم القيامة يقول له هذا، تصوروا هذا الذي في النار وصاحبه يكلموا بهذا الكلام، تالله إن كنت لتردين، ولولا نعمة ربي لو كنت من المحضرين، أفما نحن بميتين. الآيات كما تعلمون، هذا هو فعلا الغبن الشديد الذي يحس به، التي جاءت هذه الآيات تبين لهم. فوقع الغبن عليهم، يقول الإمام القرطبي، لأهل النار لأجل مبادلتهم الخير بالشر والجيد بالردي والنعيم بالعذاب. يقال غبنت فلانا إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه والغلبة لك، وكذا أهل الجنة وأهل النار، والله المستعان. أسباب النزول، ليس هناك سبب نزول للسورة كلها، لكن وردت أسباب النزول لبعض آياتها. من أسباب النزول قالوا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان الرجل يسلم وهو في مكة، فإذا أراد أن يهاجر منعه أهله وولده وقالوا ننشدك الله أن تذهب فتدعنا وتصير إلى المدينة فتتركنا بلا أهل ولا مال، فمنهم من يرق له أي لأهله ويقيم ولا يهاجر. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، الآيات. وأيضا قيل من أسباب النزول كما ورد أيضا أنه بعض الصحابة لما أسلموا تأخروا بسبب أهلهم وعشيرتهم في مكة، فلما هاجروا وجاءوا للمدينة وجدوا من سبقهم قد تعلموا وفقهوا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وشاركوا في الجهاد، فأرادوا أن يعاقبوا أهلهم لأنهم هم السبب في هذا التأخر. فنزل قوله تعالى رحمة بأهلهم، لأنهم أيضا قد أسلموا وإن كانوا أخطأوا، وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. السورة تركز على عدة موضوعات، هو بيان تسبيح المخلوقات، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم بيان الحكمة من الخلق، ويتحدث عن إنكار الكفار للبعث، وبيان الثواب والعقاب، ويبين عداوة الأهل والأولاد والأموال، ثم يأمر بالتقوى قدر الاستطاعة، ويبين تضعيف أي زيادة ثواب المتقين، والإبلاغ في التحذير مما حذرت منه سورة المنافقون. هذه بعض موضوعات السورة. فضل السورة، ورد حديث حسنه الألباني رحمه الله عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية. هذا حديث حسن غريب، رواه الترمذي وحسنه الألباني. ولكن هذا الحديث في جميع المسبحات، في سورة الحديد والصف والحشر، كلها التي بدأت بالتسبيح كما سيأتي تفصيله، وليست خاصة بسورة التغابن. وقلت محور السورة يدور على اليوم الآخر وما فيه من الجزاء. هنا فائدة تدبرية مهمة جدا، ورد التسبيح في سبع سور، لا نقصد، هو ورد في السور كثيرة جدا، لكن أي افتتحت سبع سور بالتسبيح. نجد في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، ونجد في الحديد سبح لله، ونجد في الحشر سبح لله، ونجد في الصف أيضا سبح لله، وفي سورة الجمعة يسبح لله، وفي سورة التغابن يسبح لله، وفي سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، واضحة. لكن لاحظوا فيها سياق دقيق جدا، ولا شك هذا كلام الله جل وعلا،
فذكر العلماء قالوا إن المصدر مقدم على الفعل وهو الاسم، فجاءت سبحانا، سبحانا فهي مصدر، سبح يسبح سبحانا وهو اسم المصدر، فهو مقدم على الفعل لأنه يدل على الاستقرار والثبوت. فأول ما ورد التسبيح في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. ثم جاءت المسبحات أي سور المسبحات، وانقسمت إلى قسمين، بدأ بالماضي ثم المضارع، ثلاث سور بالماضي وسورتان في المضارع. الماضي في سورة الحديد والحشر والصف، قالوا لأنه أقدم، سبح أي أمر قضى وانتهى وهو يستمر أيضا، سبح لله ما في السماوات والأرض. والمضارع للتجدد والحدوث، فجاء بعده، حتى إننا نجد في كتاب النحو ترتيب دراسة الأفعال أو دراسة الفعل، أول ما ندرس الماضي، ثم بعد الماضي المضارع، ثم بعد المضارع الأمر، هكذا جاءت مرتبة في السور. جاءت ثلاث سور كما ذكرت لكم بالماضي، ثم جاءت سورتان في الجمعة والتغابن يسبح، ثم جاءت في سورة الأعلى في الأمر، سبح اسم ربك الأعلى. وهذا حقيقة استنباط جميل وتدبر جميل ومضطرد واضح تماما وترتيبه واضح، وهذا كلام الله جل وعلا. في هذا التسبيح هو التقديس والتنزيه، ولذلك الإنسان لاحظوا إذا كان يسير في طريق فوجد مرتفعا كبر الله جل وعلا لأنه الارتفاع والتعظيم، وإذا انخفض سبح الله جل وعلا تنزيها له مما يقوله الظالمون، فهو التنزيه والتقدير وتنزيه من جميع صفات النقص كلها. وهذا يستلزم أن له كمال الصفات والأسماء والصفات سبحانه وتعالى. هذا الحديث أريد أوضح فيه اللي كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، هذه فائدة علمية خاصة من يتابعون شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. هذا رواه الترمذي، مرة قال عنه الألباني حسن أي حسنه، وفي موضع آخر أيضا قال إنه ضعيف. فلما يقرأ الإنسان هذا الكلام يقول هل هذا تناقض من الشيخ، لأنه حسنه في موضع وضعفه في موضع، هو نفس الحديث. عندما زرته رحمه الله 1412 ذهبت إليه وأقمت عنده يومين كاملين، استقبلني في المطار وودعني في المطار، لم يسمح لي أن أذهب أبدا أو أخرج معه إلا معه، بقيت في بيته ومعي بعض أحد المشايخ. فجاء البحث من خلال بعض البحوث التي تبحث أنك أحيانا تصحح أو تضعف بعض الأحاديث، ثم نجدك في موضع آخر قد صححتها أو حسنتها، يعني التصحيح أعم من قضية تصحيح، يعني أي مقبولا. قال نعم هذا له سبب، أحيانا أبحث عن الحديث ولا أجد إلا له طريقا ضعيفا أو طرقا ضعيفة فأحكم عليه بالضعف وأدونه وينتهي. يقول بعد فترة بعد زمن أجد طريقا أو طرقا أخرى صحيحة أو حسنة فأحسنه، وهذا ليس يقول تناقضا. ففي الأول على ما كان لدي، لأنه كان أيها الأخوة الشيخ الألباني ليس مثل اليوم يضغط الإنسان الجهاز خلال دقائق يأتيه التصحيح والتضعيف، يعني اليوم أنا أسأل عن حديث اليوم فقط أرسل رسالة بالجوال للمكتب، أحيانا ما تمر خمس دقائق إلا جاءني تفصيل الحديث ومتنه وتصحيحه. أصبحت اليوم خدمة السنة عظيمة جدا في عدد من المواقع، وأخص منها وأنصح به لأنهم نعرفهم، ولا يعني هذا أي انتقاص لغيرهم كلا، وهو الدرر السنية، الدرر موقع الدرر هذا رائع جدا يشرف عليه الشيخ علوي السقاف، وبإمكانك تسير بالحديث الذين يتعاملون مع الأجهزة ويأتيك الجواب سريعا.
أحياناً الكترونياً يأتي الجواب لأن الحديث مدون. فيقول الشيخ أنا كنت أتعامل مع مخطوطات، تصوروا أنه كان في المكتبة الظاهرية، نسأل الله أن يفك أسر المكتبة وبلاد الشام من هؤلاء المجرمين الظالمين. المكتبة الظاهرية في دمشق، كان يصعد أيها الأخوة بعد صلاة الفجر على السلم ليبحث عن مخطوطات، والمخطوطات من أصعب الأمور، ليست كتب. أحياناً يبقى على السلم وفطوره ينتظره ولا ينزل إلا مع الظهر، ينسى الفطور وينسى القهوة وينسى غيرها رحمه الله، ولذلك خلف هذه الثروة الضخمة جدا. وفي فائدة ما دمنا تحدثنا عن الشيخ والحديث عنه يطول رحمه الله. الشيخ أول ما بدأ في حياته هو أصلا من ألبانيا، جاء والده يعني من ألبانيا، لأن حكمها الشيوعيون فهرب منها وهاجر. فبدأ الشيخ إصلاح الساعات، أول حياته في إصلاح الساعات، ثم توجه للعلم فأصبح إماما من أئمة المسلمين وبخاصة في الحديث، وترك ثروة ضخمة جدا، لكن كانت دقته حقيقة وحفاظه على الوقت أعجوبة من الأعاجيب. ولعلي أختم الحديث عنه بهذا الموضوع الذي أشرت إليه، لا أدري في هذا الدرس أو غيره، وأنا مقيم عنده لأنه أصر علي أن أبقى عنده، فكنت أشفق عليه، فهو يأتي ويسألني يقول هل تريد ترتاح تريد تنام، فأنا شفقة على الشيخ، وإننا كلها يومين وكل ساعة معه مكسب، شفقة علي أقول نعم، أقول لعله سألني من أجل أن يذهب هو يرتاح، فأقول نعم، فيقول خلاص ارتاح ويخرج من عندنا. اكتشفت ولكن بعد فوات الأوان أنه لا يذهب ينام، يذهب إلى المكتبة ويجعل ويشتغل ويعمل، ما ينام إلا سويعات. قلت يا ليتني علمت كما فرطت في هذه السويعات. فلذلك كان عنده من الجلد والصبر الذي يغبط عليه، ومد الله في عمره حتى بلغ قرابة 90 عاما، وبالذات في حرصه على السنة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجرأة في الحق، كان جريئا في الحق ولقي بسبب ذلك أمورا عظيمة رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالتسبيح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، طبعا في سورة مثل الحشر أو سورة الحديد يسبح لله ما في السماوات والأرض. ولذلك فأنا أنصح أبنائي الحفاظ حتى يضبطوا الحفظ لا بد أن ينتبهوا لهذه الفوارق، فتجد في سورة الحديد يسبح لله ما في السماوات والأرض، بينما في السورة الأخرى يسبح لله أو عفوا سبح لله ما في السماوات والأرض، والسور الأخرى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التشابه والفرق من أقوى ما يضبط حفظ الحافظ، وإلا قد ينفلت منه وتختلط عليه الآيات، بل إن بعضهم يأتي بيسبح في سورة الحديد وسبح في سورة الجمعة، ولكن إذا ضبط هذا الاستنباط الذي قلنا قبل قليل يساعده بإذن الله على ضبط حفظه. تسبيح الكائنات على قولين، يعني غير المخلوقات، غير الثقلين، غير الإنس والجن، أي غير المكلفين، قيل إنه إلهام وهو كذلك، وقيل إنه نعم هو إلهام ولكنه بنطق جعله الله لهم، لأن الجمادات تتكلم أحيانا. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من الجذع كان وغير المنبر حن الجذع فضمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكت. كان النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى غار حراء كان هناك شجر أو حجر يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت. ولذلك في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، بعضهم قال مجاز، القرآن ما فيه مجاز، ما فيه إلا حقائق، أن الجدار له إرادة يريد أن ينقض، وهذا أشرت إليه في تفسير سورة الكهف. فالشاهد أن لها التسبيح الذي ألهمها الله جل وعلا إياه، وهذا أمر غيبي، كيف يكون لا نعلم، لكننا نؤمن بذلك لأن الله حدثنا أن حتى النمل حدث بعضها بعضا، وعلم سليمان لأن الله أعطاه منطق الطير ومنطق عرفه بذلك، فعرف، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فلهن كلامهن الخاص بهم. أيضا الهدهد يكلم سليمان،
نعم، وكلم سليمان، بل أصبح بينه وبين سليمان حوار طويل كما في سورة النمل كما تعلمون. إذن نحن إذا ثبت الأمر لشيء في القرآن أو السنة، صحيح السنة، نثبته سواء علمنا أو لا، ولا نخضعه لعقولنا. فإذا نعم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هنا فيها لفتة، إذا كانت هذه الجمادات التي لا تحاسب وليس عليها عقاب وملهمة التسبيح ليل نهار، بينما ابن آدم الذي أكرمه الله وميزه انظر إلى ضعف تسبيحه، وبين الله جل وعلا هناك من يسبح هناك من يترك حتى التسبيح. فلذلك يخجل الإنسان من ضعف تسبيحه وذكره لله جل وعلا. فلنحرص أن نعود ألسنتنا مع تواطئ قلوبنا على التسبيح. وأقول لكم من خلال تجارب كثير من العباد أنهم يلهمون الذكر والتسبيح إذا صدقوا مع الله وهم نائمون، وهم نائمون، بل يلهمون من يقرأ القرآن دائما ويحرص عليه يلهم قراءة القرآن وهو نائم، بل ثبت أكثر من حالة. وآخر حالة رجل توفي في الأسبوع الماضي رحمه الله، اشتهر بعنايته بالقرآن وحفظه للقرآن، وسافرت معه إلى مكة قبل أكثر من 40 عاما، يقرأ الليل والنهار هو وأبوه رحمهم الله، في كل حالة يقرأ. فثبت أنهم وهم في آخر حياتهم ويراهم الناس ولا يتكلمون، فإذا قرأ البعض عندهم القرآن وأخطأ ردوا عليه. نعم، ردوا عليه، وبعضهم لا يتكلم إلا بالقرآن في آخر حياته. فإذا من يذلل لسانه بالقرآن وبالذكر، حتى أحد الأخوة ممن أعرفه وهو موجود الآن يقول سبحان الله من فضل الله عليه في الاستغفار، هو يقول عن الاستغفار، يقول ألهمت الاستغفار حتى إنني أدعو الله وهو من حفاظ القرآن أن ألهم تلاوة القرآن كما ألهمت الاستغفار. يقول أشعر أحيانا أنا أستغفر من حيث لا أشعر، يقول ولا أمل أبدا من الاستغفار لو ساعات. هو ما بدأ هكذا، لكن أكرمه الله بذلك لما اجتهد وحرز. فلنحاول أن نعود ألسنتنا على تلاوة القرآن حتى تذل بذلك، وعلى الذكر، فيجدها الإنسان في سرائه وذرائه. ولذلك لعله يقرب من إلهام هذه الجمادات. أما وفي الجنة يلهمون التسبيح، جعل الله وإياكم من أهل الجنة، مع أنهم غير مكلفين، خلاص دخل الإنسان الجنة، لكن لما في التسبيح من الأمر العظيم يلهمون أهل الجنة التسبيح. والملائكة يسبحون الله جل وعلا الليل والنهار لا يفترون. فالله غني عنا، كم نسبة المخلوقين أي من المكلفين الثقلين بالنسبة لمخلوقات الله، كم نسبتهم للملائكة؟ ولا شيء. إذا كان في كل يوم يطوف بالبيت العتيق 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى، كم يكون عدد الملائكة؟ والله أعلم. إذن ما نحن، من نحن؟ الله غني عنا وعن عبادتنا وغني عن خلقه أجمعين، لكنه يكرمنا بذلك وبهذا الأجر العظيم. فإن ذلك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال له الملك وله الحمد، ما قال الحمد والملك له، إنما قدم الجار والمجرور ليدل على الاختصاص. فكمال الملك لله وكمال الحمد لله. ملك الدنيا يزول، ملك المال، ملك السياسي، ملك الأرض، ما ينتهي، يذهبون ويأتون، أما ملكه فهو ملك تام سبحانه وتعالى، والحمد له وهو الحمد والثناء التام. فكل هذا، ولقال له الملك وله الحمد، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، مرتين يكررها لاختصاصه بذلك سبحانه وتعالى. ثم قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولماذا قدم الكافر هنا؟ قال العلماء لأنه هو أيضا
كانت السورة مكية أو أولها مكي، وأيضا أن الكفار أكثر من المؤمنين كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهم الأكثر لا شك، بل نسبتهم عالية جدا كما في الأحاديث الصحيحة. ولذلك يعني تصوروا لو أن إنسانا قدم على وظيفة أو منحة ففاز، من هو الذي فاز الوحيد من 1000 شخص، كم يغبطه الناس؟ هو الوحيد الذي فاز. فكذلك إذن أنتم الآن بأكرمكم الله بهذا الإيمان جميعا، نحن كذلك من 1000، الواحد من 1000 كما ورد في بعض الأحاديث. إذن احمد الله أنه اصطفاك وأنه اختصك، وأنك لم تولد كافرا أو لم تبقى كافرا أو لم ترتد. هناك من يولد على الإيمان، بل كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما في الحديث. إذن أنتم في نعمة، أنتم تغبطون على هذا المقام، تغبطون على هذا الاصطفاء، هذا يقتضي حمد الله جل وعلا والثناء عليه. نعم، وفيه إيماء إلى أن جميع المخلوقات ما عدا الثقلين مذعنة له إلا المؤمنين، وهم قلة من الثقلين، فهو إيماء بالعتاب لهم. قال فأحسن وصوركم فأحسن صوركم، قيل أن المقصود بها صورة آدم، والصحيح أن صورة آدم وأبناء آدم كما قرأ إمامنا قبل قليل في سورة التين، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. والله سبحانه وتعالى هذه الصورة ذكر العلماء دليلا على أن الإنسان هو أحسن تقويم من غيره، دليلين. قالوا أنه منتصب، وهو الوحيد من المخلوقات المتحركة أن يمشي منتصبا، حتى بعض الحيوانات التي لا تمشي إلا على قدمين لا تكون منتصبة تماما، وهذه ميزة لا شك. ثانيا وهو أيضا قيل أيضا أن الإنسان، ما هناك إنسان سوي يتمنى أن تكون صورته كصورة أي حيوان، حتى والخيل وهي من أفضل الحيوانات صورة وجمالا وبهاء، مع ذلك كما قال سبحانه وتعالى وزينة ويخلق ما لا تعلمون، لا يتمنى أحد أنه يكون كالخيل ولا كالجمال أبدا، مما يدل على أن الله خلقه في أحسن صورة في أحسن تقويم. وهذا أيضا يقتضي منا الشكر والحمد والثناء. ثم قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، هنا كرر يعلم 3 مرات. العلم عند الإنسان أو ما على 3 درجات، الجهر مثل كلامي لكم الآن والعلانية، والسر والإخفاء. بعض الناس يتصور الجهر معروف، الجهر معروف، السر أيضا معروف. طيب الإخفاء، بعض الناس يتصور أن الإخفاء هو السر، لا، قال لأن الله قال يعلم السر وأخفى، إذن فيه سر وفيه أخفى من السر. قال العلماء 3 مراتب، الجهر والعلانية من الكلام الذي تسمعونه الآن، جهر وعلانية. السر قالوا إذا ساررت من بجوارك لا يتسار 2 وعندهما 3، فأنا إذا خطبت من بجواري ولا يسمعني أحد هذا يسمى سر. الإخفاء هو ما يخفيه الإنسان في نفسه. نعم، فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وهو الذي لا يعلمه أحد إلا الله. إذن هي 3 مراحل، وهذا الفرق بين السر وبين الإخفاء، فينتبه لمثل هذه المراحل، فهو يعلمها كلها سبحانه وتعالى. نعم، لأنه قال يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ثم أيضا في سورة أخرى في طه يعلم السر وأخفى. إذن الله سبحانه وتعالى هو المطلع، فإذا كان كذلك سبحانه وتعالى يعلم أين المهرب. هناك أناس يحتاطون لا يعملون المعاصي أمام الناس، لا
لكن إذا انتهكوا بمحارم الله، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ألا يدركون أن الله رام سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فلا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا أيقن بمقدار إيقان الإنسان بهذا ينتهي عن المعاصي. أرسل لي أحد الشباب رسالة وقال لي أنا أتوب ثم أرجع لمشاهدة بعض الأفلام وغيرها ولكنني هو يحاول يخفف من الأمر أنني لا أجاهر بذلك، يقول أخلو بغرفتي مثلا بجهاز كمبيوتر أو بقناة فضائية ويرى ما حرم الله. فسألته قال كيف أتوب؟ أنا أريد توبة صادقة لا أعود أبدا. قلت وأنت ترى هذا الشاشة أو الجهاز فيما حرم الله، لو أن والدك مثلا دخل عليك فجأة ماذا تفعل؟ قال سأغلقه فورا. قلت طيب لو دخل عليك أحد المشايخ؟ قال أعوذ بالله سأغلقه فورا. قلت تغلقه؟ قال أعوذ بالله، يعني يمكن أنا أنظر إليه أحد المشايخ أنظر إليه؟ قلت طيب الله يراك سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يراك وهو معك. أعوذ بالله، هذه قاعدة جميلة أن يكون الله أهون الناظرين، لأنه إذا كان سيغلق عن أبيه وهذا خير على كل حال، ويغلق عن شيخه أو عن زميله أو عن ابنه هذا خير بلا شك، حياء والحياء جميل، لكن لماذا لا يغلقه حياء من الله؟ لماذا لا يغلق خوف من الله؟ فنعوذ بالله أن يكون الله أهون الناظرين، الذي لا يبالي في رؤيا الله جل وعلا ويحتاط للناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا المعنى يجب أن نعمقه في قلوب أبنائنا، بل نعمقه قبل ذلك في نفوسنا. ويستحي الإنسان أنه يحتاط من الناس، وإن كان الحياء من الناس مطلوب لا شك، الحياء خير كله، لكن استحيوا من الله حق الحياء. إذا غرسنا هذا المعنى في قلوبنا سيكون بإذن الله ضامنا ورقيبا، أننا حتى لو خلى الإنسان لم يعصي الله جل وعلا لأن الله يراه. ولذلك هي درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فعلا لا نراه، نحن في الدنيا ما نراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. هذا معنى إيماني عظيم. وكثير من الناس يسألني كيف أحصن أبنائي من المنكرات؟ أقول له حصن قلبه، حصن قلبه، أي ربي قلبه. اسمحوا لي، أن كثيرا منا يربي بدن ابنه دون أن يربي قلبه. تربية البدن وحدها لا يكفي وإن كنا نحتاج إليه. لماذا؟ لأنك إذا غبت عنه انتهك محارم الله، إذا شعر أنك بعيد عنه انتهك محارم الله، لكن لما تربي قلبه يختلف الأمر ويخاف من الله جل وعلا ولا يقع ولا لاحظ يعلم خائنة الأعين. هذه الآية عظيمة جدا في سورة غافر، وما تخفي الصدور، لاحظوا رجعنا للإخفاء، تخفي الصدور ليس سر، أنزل أقل من السر. خائنة الأعين ما هي؟ يقول يكون هنا إنسان جالس ويكون هناك نساء معه زملائه، إذا شعر أنهم قد أغضوا عنه التفت فقط عينه بعينه إلى امرأة موجودة، أو هذه خائنة الأعين، يعلمها الله جل وعلا، يعلم خائنة الأعين، وهذا معروف. ولا أريد أسترسل في هذه المسألة والأمثلة، بارك الله فيك، فيها الأمر عظيم الحقيقة، فهي ضمانة. ولذلك لاحظوا ماذا يقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية في سورة النور عجيبة، قال يغضوا، طبعا ما يمكن يغمض لأنه لو أغمض ما مشى، الإغضاء مرحلة بين الإغماض وفتح العين، فهو يغض، أي يغض طرفه كما تقول غض طرفك. لكن انظروا الآية وتأملوها تدبرا، وقد وقفت معها عندما كنت
فسر سورة النور في مسجد خادم الوليد، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لاحظوا الربط، فإن غض البصر من أعظم أسباب حفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم أيضا أطهر لقلوبهم، لأن النظر المحرم سهم من سهام إبليس. ثم يأتي التهديد، إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآيات. ثم بعد هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. قال العلماء على السياق، إذا جاءت ألم دخل الألف على هذا ألم مثل هذا التركيب، وكان للتقرير أو التنبيه، أي أنه لم يأتهم، لكن هنا للتوبيخ، فهو قد جاءهم خبر من سبقهم. فذاقوا وبال أمرهم، وعبر بالذوق، قالوا لأن أقوى الحياة الحواس هي حاسة الذوق، حاسة الذوق أقوى من حاسة اللمس وأقوى من غيرها لتنقل طعم هذا الشيء، فعبر بالذوق. وبال أمرهم، الوبال هو الأمر الشديد وهي العقوبة، فعبر بالوبال عن العقوبة إلى أنها شيء ثقيل، أصابهم أمر ثقيل عظيم، كما يقال بل في قوله تعالى: فأصابه وابل فتركه صلدا، قالوا الوابل هو المطر الكثير الشديد. فذاقوا وبال أمرهم، أي عقوبة أمرهم، فهو تعبير بدل أن يقول فذاقوا عقوبة أمرهم عقابا شديدا، قال وبال أمرهم، فكلمة وبال كافية لتبين أنه عذاب شديد ثقيل محبط. وهذا تعبير القرآن ومن أسرار القرآن. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. لا شك أنه محمود في أفعاله وأقواله وخلقه، فهو غني عنا، لكن عندما تسبح الله الله غني عنك، عندما تحمد الله الله غني عنك، عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم غني عن صلاتك، فهو الآن في الفردوس الأعلى، لكنك أنت الذي تستفيد، أنت الذي تكسب الخير. فإذا أدركت هذا المعنى زاد من حرصك وحمدك وثنائك لله جل وعلا. ثم انتقل محافظة على الوقت وواصل بعد: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الزعم قال العلماء هو الظن الكاذب، هو الظن الكاذب، وقيل إنه اليقين الكاذب، يعني كفار متنقنين في أول أمرهم أنهم لن يبعثوا، فهو يقين كاذب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وصححه الألباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. فكلمة زعموا تدل على، ويقال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم، فهو زعم كاذب، وإن كان بعضهم متيقن بذلك فهو يقين كاذب يرده الله جل وعلا. فيرد عليهم أن يقول: يا محمد قل لهم، بل يقسم بهذا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم. وذلك على الله يسير. فائدة دقيقة جدا: هم كانوا يستبعدون كيف يعاد الإنسان، أيذا كنا عظاما ورفاتا أيننا لمبعوثون. فهم لتصور بعضهم أن البعث صعب، كيف يعيدنا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فجاء الله سبحانه وتعالى وبين لهم، قال: إنه يسير، وضرب لذلك الأمثلة وبين أن خلق السماوات والأرض أهون على الله، ألا يعيد هذا الإنسان؟ فلما انتهى من هذا أن يقول: إذا كان عندكم شبهة، هذه الفائدة، طيب لماذا لا تؤمنوا؟ وهذه فيها فائدة، فيها بل فائدتان. الفائدة الأولى أنك إذا وجدت إنسان عنده شبهة فحاول أن تزيل شبهته، لأنه قد يكون عنده شبهة لابد من إزالتها. الثانية هم أصحاب الهوى، إذا أزلت شبهته وبقي على ما هو عليه ولم يغير معتقده فهو صاحب هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فهو العناد والاستكبار والإصرار بعد البيان.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. إذن بعد أن تبين وتوضح وتجد صاحبك أي من تناقش مصر فهو صاحب هوى، لأنه في الأول قد يكون عنده شبهة فعليك أن تزيلها، فأزالها الله هنا. هم بعضهم عنده شبهة، كيف الآن إذا مات الإنسان وانتهت عظامه في قبره يعود؟ وتكرر هذا في القرآن، أزال الله هذه الشبهة تماما. بقي بعضهم آمن وبعضهم صدق بالبعض وبعضهم بقي على كذبه وكفره، هذا صاحب هوى، وصاحب الهوى لا حيلة فيه. ولذلك يأتي النهي عن الجدال، وهي النقطة الثالثة معه. إذا وجدت أن الإنسان مجادل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بعض الناس ينتقل إلى المراء والجدل، اسحب نفسك. إذا كان يقصد الحق يقصد البيان فبين له، أما إذا كان يريد أن يجادل فدعه. ثم يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: فآمن يوم يجمعكم سبحانه وتعالى ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، الذي مر معنا الجمع يوم القيامة يجمع الجميع، ذلك يوم التغابن. هنا يبدأ التغابن، كما ولله المثل الأعلى عند ظهور النتيجة، هناك من نجح وهناك من رسب، هناك من تقدم في الامتحان وهناك من تأخر، يوم التغابن. فكذلك في الآخرة أعظم وأشد: يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهنا والعجب من سفاهة عقول المشركين أنهم يقولون الله لا يستطيع أن يعيده، وأيضا يقولون أبشر يهدوننا، يخدون النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ماذا؟ من يعبدون من؟ يعبدون شجر وحجر، يعبدون زبرة. أحيانا إذا كان في الطريق المشرك وما وجد حجرا ولا شجرا جاء بزبرة تراب ونصبها أمامه وعبدها، ثم أكرمكم الله يأتي الكلب بعد قليل ويبول عليها، هل هذا إله؟ فعجب لهذه العقول التي ترفض أن تؤمن بالله بل تشرك معه غيره، وترفض أن تؤمن بحجة أنه بشر، أبشر يهدوننا كما في هذه السورة. طيب أنتم الآن ماذا فعلتم؟ عبدتم شجرة واحد. آخر الأمر أمس صدر حكم في الهند، قانون لتعذيب وربما يصل إلى القتل في الهند لمن يأكل البقرة، لأن الهندوس يعبدون البقرة. ولو مر إنسان في الطريق أو وقف ربما يصدم، لكن تمر بقرة وتنام لا يضرب ولا بول، منبه ممنوع. الآن صدر لأن المسلمين يأكلون البقر، فصدر قانون في الهند الآن جديد وربما كان قديما بقرة، ولا يعبدون الله جل وعلا. فنحمد الله على هذه العقول، أي عقولنا، وما أكرم الله به من هذا الدين وهذا الفضل. ذلك يوم التغابن. ثم يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية أيها الأخوة من أعظم الآيات المؤثرة في موضوع المصائب، ولو خصصت لها درسا كاملا ما كفيت، ولعله يتيسر مستقبلا أن يتحدث الإنسان فيها عن محاضرة أو غيرها. عجيبة هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله، إذن قاعدة: بقدر إيمانك بالله سيكون هدوء قلبك بالمصائب. المصائب كثيرة، مصيبة في النفس، مصيبة في المال، مصائب تعددة، وقل من أحد يخلو من مصيبة. فلذلك كيف تضبط نفسك؟ لأن بعض الناس يصاب بإرجاف وربما بانحراف والعياذ بالله، وربما ينطق بكلام قد يصل إلى الكفر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في قراءة ليست متواترة، لكن ذكر العلماء أن القراءات الشاذة فيها تفسير. هذه القراءة أنها ليست القراءة مشهورة، ليست متواترة، أن عكرمة قرأ: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. ومن يؤمن، المعنى صحيح: من يؤمن بالله يهدأ قلبه، أي عند المصائب. وهذا معنى جميل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويقول علقمة بن قيس: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه،
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها أو يستسلم لها ويرضى. وقال أبو عثمان الحيري: من صح إيمانه يهدأ قلبه لاتباع السنة. وأختم بهذه الفائدة لأن الوقت ربما قرب. يقول أحد المشايخ وهم من تعرفونه، يقول: كنت في مصيبة عظيمة جدا وفي مكان لا يتصل فيه بالناس، فطلبت كتابا وأجاؤوا له بصيد الخاطر أو تهذيب صيد الخاطر لابن الجوزي. يقول: ففتشت فوجدت فيه باب عن درجات المؤمن عند المصائب. يقول: فقال: الدرجة الأولى هو الصبر والمصابرة، لما يصاب الإنسان بمصيبة صبر ومصابرة. ثم هناك من هو أرفع درجة وهو الرضا، الرضا أعلى درجة من الصبر. ثم الدرجة العالية وهي درجة الأنبياء والرسل وصالح المؤمنين، جعل الله وإياكم منهم، وهو الحمد والثناء. يقول: فمن فضل الله علي بعد أن قرأت هذه القاعدة وكررتها بدأت أترقى. أول ما أصابتني المصيبة كنت أصابر أصبر وأصابر، ثم ارتفعت إلى درجة الرضا. قال العلماء: الرضا هو تساوي الأمران أو تساوي الأمرين مرة، يعني يجد. ثم وصل إلى درجة الحمد والثناء. وقد سمعته في أكثر من مناسبة بعد أن انجلت مصيبته بعد عدة سنوات وبقي في هذه المصيبة عدة سنوات، يقول: والله إنني أعتبر من أعظم نعم الله علي ونعمه كثيرة هذه المصيبة. وما تمناها ولا يريدها لكن وقعت. يقول: وجدت فيها من الخير العاجل والآجل في الدنيا والآخرة، هنا درجة الحمد والثناء. فأخوة الكرام، لا أحد منا يسلم من مصيبة، فتذكر هذه الدرجات. كلنا بشر، أول ما يصاب الإنسان بمصيبة يحتاج إلى الصبر، لكن بعد أن يهدأ يرتفع إلى الرضا. ثم من أكرمه الله هو من يرتفع إلى درجة من الحمد والثناء، جعل الله وإياكم من هؤلاء. ثم يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم. هنا آيتان، انتظر حتى يأتي إشارة بس للأذان. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هنا ليس فيها فإن توليتم فإن نعم واحذروا فإن توليتم نعم ليس فيها فاعلموا عفوا فيها فإن توليتم. أكمل يبدو جاء الأذان، أكمل بعد الأذان لعلي أرجع قليلاً عند قوله تعالى: ومن بالله يهدي خلبه. أوصي برسالة جميلة جدا ومؤثرة ومختصرة للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. هذه الرسالة على وجازتها عظيمة جدا، وفيها توجيه كيف يتعامل الإنسان مع المصائب إذا نزلت، وكيف تكون حياته سعيدة حتى عند المصائب. وأذكر قصة شهدتها بنفسي قبل 30 عاماً تماماً تقريباً أو تزيد، يمكن 1405 أو 1406. كنا في مطار الملك خالد، أحد أبناء عم الوالد وكل من سأذكر أسمائهم توفي رحمه الله، سيذهب إلى العلاج في الخارج من مرض خطير، وكان ممن يودعه ابن عم لنا أيضا، ابن عم الوالد وأسماءهم حتى كلها واحدة، جاء من أمريكا من علاج خطير، فقال له: أوصيك الذي جاء من أمريكا وقد عالج هناك من مرض خطير جدا، يوصي الذي سيذهب وهم في سن واحدة متقاربة، قال: أوصيك بقراءة رسالة جميلة اسمها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. قال: عندما قرأتها وأنا هناك كأنه صب علي ماء بارد ونزل ما أحس به في نفسي من يقين وسعادة. حتى إنني أذكر له قصة أيها الأخوة، مع أنه رجل عامي من التجار رحمه الله، صاحب خير وصاحب صلاة وعبادة، هذا الذي نصح أن أتكلم، وكلهم فيهم خير وكلهم فيهم صلاح. يقول: يكلم أهله في الرياض ويبتسم معهم مع أن مرضه خطير جدا، ويأتيه زوار من اللي يدرسون هناك ويتحدث معهم ويضحك معهم. فجاءه الأمريكان يوم من الأيام، انظروا إلى أن كل إنسان ممكن أن يكون داعية، قالوا: نحن متعجبون منك،
قال ما وقف العجب؟ قالوا أنت مرضك خطير، وكان مرضه في رأسه، توفي بعد ذلك على أثر رحمه الله. ومع ذلك إذا كلمك أهلك في الرياض أو جاءك زوار تبتسم وتضحك، ونحن أمراضنا في المستشفى يسيرة، ومع ذلك نحس بالكآبة والحزن. قال الفرق بسيط جدا جدا، أنا أقول عباراته كما سمعت منه، ففرحوا. قال بسيط؟ قال نعم بسيط، فقط أسلموا تصبحون مثلي، أسلموا آمنوا تصبحون مثلي. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولذلك وهو يودع ابن عمه الآخر يقول عليك بهذه الرسالة، فقد استفدت منها وأنا في بلاد الغربة أعالج، كلهم راحوا يعالجون في أمريكا. نعم هذه الرسالة عجيبة، فأنصح بقراءتها وهي متوافرة في المكتبات وفي المواقع للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. يقول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الفرق هناك في المائدة في زيادة فاحذروا واعلموا. ذكر بعض العلماء كالزبير الغرناطي يقول هناك في المائدة جاءت بعد النهي عن الميسر والأنصاب والخمر والأزلام، فجاء يحذرهم، جاءت الآية شديدة جدا في سورة المائدة، فإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فجاءت هذه الآية فيها شدة وتحذير. أما في سورة التغابن فما سبقها مثل هذا النهي عن كبائر، إنما فيها البيان عن البعث والنشور وغيره، فكانت أيسر وأخف والله أعلم. الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون، ليس هناك وقفة إلا بنقطة واحدة. يقولون يكون قوة توكلك بقوة إيمانك، إذا حققت التوحيد لا وأعلم الله لا إله إلا هو فهنا تتوكل. ولله المثل الأعلى، لو كلفت إنسان بعمل كوكالة وقيل لك إن هذا الرجل حاذق وجيد وأمين تشعر باطمئنان حتى لو أخطأ، فكيف ولله المثل الأعلى؟ بينما لو أنك كلفت إنسانا أو وكلت إنسانا لست واثق من هذه الثقة، تبدأ في ريبة وفي شك. فليقدم الآية الله لا إله إلا هو، لا إله سبحانه وتعالى إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، وعلى الله فليتوكلون، فيكون أن نتوكل عليه حق التوكل. ثم جاء المقطع الأخير لعل معي 10 دقائق إن شاء الله سأكمل. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. هذا سبقا بينت لكم أن هناك من الصحابة لما أسلموا في مكة أرادوا أن يهاجروا فمنعهم أولادهم وأزواجهم، وبعضهم أيضا منعه ماله كما سيأتي، فجاءت هذه الآية تنبه إن من يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، لكن ما قال إن أزواجكم وأولادكم، على القول أنها تبعيضية، بالعكس بعض الزوجات معينة على طاعة الله جل وعلا وبعض الأولاد معين على طاعة الله، لكن غالب الحال عند الناس أن الأولاد بالذات مجبنة ومبخلة، فالله ينبه لهذا الأمر. ليس عداوة عداوة البغضاء، لاحظ العداوة هنا ليست عداوة البغضاء، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ليست عداوة البغضاء غالبا، فالإنسان يحب زوجته ويحب أولاده، لكن عداوة المحبة والرحمة. فجاء الحديث أن الأولاد مجبنة مبخلة، ولهذا فإنني أنبه الأزواج أو الزوجات من أن يكون أحد منهم عائقا للآخر عن عمل الخير. هناك بعض الزوجات تعيق زوجها عن عمل الخير، وهناك أخريات بل والله هن يدعمن أزواجهن في عمل الخير وفي التضحية. وأعجبتني كلمة نقلها لي أحد المشايخ عن زوجته وفقها الله، تقول أنت تخرج وتغاب وتسافر، لولا يقيننا أننا شركاء معك في الأجر ما تحملنا هذا الأمر. هذا فقه صحيح. وكذلك بعض الأزواج الآن يعرقل زوجته من أن تدعو إلى الله، بعض الأبناء يكون يعرقل والده ويمنعه، فهنا العداوة التي أشار إليها الله جل وعلا. ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هناك قال عدو وهنا قال فتنة، ولا شك أن المال فتنة وأن الولد فتنة إلا من وفقه الله جل وعلا. ثم
نجد مثل هذه الوقفات التعامل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا فإن نعم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هنا فائدة عظيمة. بعض الصحابة لما أسلموا وأخرهم أبناؤهم وزوجاتهم ثم جاءوا للمدينة وجدوا أن غيرهم قد سبقهم في الهجرة وسبقهم في العلم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والغزوات، أرادوا أن يعاقبوا أبناءهم وأزواجهم، يقول أنتم السبب في تأخيرنا. فقال الله سبحانه وتعالى بعد أن قال فاحذروهم مباشرة وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، فنبه إلى أمرين: كن على حذر من أن تقعدك زوجتك أو الزوجة يقعدها زوجها أو الأب يقعده ابنه أو الابن يقعده أبوه، فاحذر تكون حذرا. ولكن في الوقت نفسه لو أنه وقع في ذلك لا تعاقبه، اصفح. ولاحظوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفر، كل واحدة هي المعنى، العفو والصفح والمغفرة متقاربة المعنى، لكنه للتأكيد. ثم يختمها بقوله تعالى فإن الله غفور رحيم، وهذا يذكرني بآية النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اسمحوا لي، هناك الآن من يعاقب زوجه أو زوجته أو أبنائه على أي خطأ، أين الصفح؟ أين المغفرة؟ اسأله ألست تريد عفو الله جل وعلا؟ فهو هنا يقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، كأنه أيضا كما في دلالة آية النور إن لم تعفوا وتصفحوا وتغفر قد لا يغفر الله لك. لا، ألم تخطئ في حق الله؟ هل في أحد منا لم يخطئ في حق الله؟ هل في أحد منا لم يقصر في حق الله؟ ألست تريد عفو الله وصفح الله؟ لماذا لا تعفو؟ لماذا تعاقب أبنائك وتعاقب أهلك بأمور يسيرة؟ أما الذي يستحق العقاب في بابه، لكن العقاب كالدواء يستخدم حسب ما يتأثر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هنا نقطة مهمة جدا، سبحان الله أخوان، كم في القرآن، وهذا تدبر عظيم، من إيصاء الأبناء بالبر والديهم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالدته حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. سبحان الله، ما يوجد آية توصية الآباء بالأبناء إلا في موضوع الميراث وفي سورة التحريم: نعم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لماذا؟ واضح الطرح فيها. القرآن في عدد من الآيات توصينا ببر أبناء آبائنا وأمهاتنا وتربطها برضا الله جل وعلا مباشرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا، كلها من الله مباشرة. طيب ما قال فيها ووصينا الأب وأولاده إلا فقط في الميراث يوصيكم الله في أولادكم؟ السر في ذلك أن الأب ما يحتاج من يوصي على أولاده، مجبول على محبة أولاده جبلة وعاطفة. بالعكس جاءت الآية عكس ذلك: فاحذروهم، يعني لم تأتي فقط أنها لم توصي بس تنبهنا، أنت بتنساق مع ابنك في العاطفة أو مع زوجك أو زوجتك يعني في العاطفة، لا، بل إنه لم يكتفي أنه لم يوصي بل يحذر. فلذلك علينا أن نقوم بحقوق آبائنا، لأن هناك تقصير ظاهر من كثير من الأبناء في حقوق أبنائهم مع هذه الآيات العظيمة. فتدبر هذه الآيات، لماذا الإيصاء يوصي الأبناء بالآباء ولا يوصي الآباء بالأبناء، بل إنه يحذر الآباء من الأبناء، لهذا الأمر الذي لعله اتضح من خلال هذا الجانب. وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. أحبتي وأنا في الدقائق الأخيرة، لا تستقيم الحياة إلا بالعفو والصفح. تريد تسعى السعادة حقيقية؟ ولمحاضرة كاملة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لكن أيضا حتى تسعد في بيتك اجعل سجيتك العفو الصفح الرحمة، والله ستجد سعادة في بيتك، أن تتغافل عن كثير من الأمور، وإن اضطررت لعقاب أو تنبيه فليكن برفق وعدم شدة، وأيضا خوفا من أن تنقلب على عكسه. أيضا فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، تقوى الله حسب المستطاع. هنا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين:
هل فاتقوا الله ما استطعتم تكليف أو تخفيف على وجهين؟ فاتقوا الله ما استطعتم تكليف وتخفيف، فأنت قم بما أوجب الله حسب استطاعتك، هذا تكليف. وتخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قلنا في الدرس الماضي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لأن كثيرا من الناس يستخدمون هذه الآيات فاتقوا الله ما استطعتم للتخفيف للتساهل للتيسير. لا، ينبه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أن فيها الجانبين، فيها التيسير لا شك، اتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الوقت نفسه هل أنت قمت بالوسع؟ هل آتيت قمت بما آتاك الله جل وعلا من عبادة ومن مال ومن غير ذلك؟ كل هذا يحقق هذه المعاني. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا. جعل النفقة، وهذا باب عظيم، النفقة وخاصة هذه الأيام أيها الأخوة لإخواننا في كل مكان، إخوانكم الله إلى الأمس وإلى اليوم وكل يوم، في اليمن، في الشام، في فلسطين، في غزة، في العراق، أحوالهم لا يعلمها إلا الله. نحن نأكل ونتنقل وجبات الواحدة تلو الأخرى، وهم من وجد وجبة العشاء قد لا يجب وجبة الفطور، ومن وجد الفطور لا يجد الغداء. وأنفقوا، ولذلك كثيرة آيات النفقة، بل إن النفقة والصدقة مما تكون سبباً لحل المشكلات وبإذن الله للشفاء، داووا مرضاكم بالصدقة. فلنكثر من النفقة، وبخاصة في هذه الأيام العظيمة. ومن يوق شح نفسه، الخطورة ليست من العدو ولا من حولك أحيانا، كما أنه حذر من الولد وحذر من الزوجة حذر من النفس. ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. الإنسان يريد يتصدق فيأتي الشيطان وتأتيه نفسه، لا، لو أنظرت، لو قللت، لو ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون، كما بيّن الله جل وعلا في سورة الحشر بالنسبة للأنصار رضوان الله تعالى عليهم. وأنفقوا خيرا لأنفسكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. والله عجيب يا أخوان، لو جاء إنسان ولله المثل الأعلى وأعطى شخص 100,000 ريال، ولما أعطاه 100,000 ريال قال جزاك الله خير، أنا فقط هذه لك 100,000 ريال لك، بس أريد تقرضني، أنا محتاج الآن، اكتشفت ما معي شيء، ولله المثل الأعلى، بقرب المثل ولله، في الله غني عنا، أريد منك فقط 2,500 قرض أسددها لك، هل يليق أن يقول له لا؟ أبخل البخيل ما يليق أن يقول. الله أعطانا هذا الخير، هذا المال، ويطلب منا اليسير قرضا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلفه في الدنيا والآخرة. يقول محمد الجميح رحمه الله: ما طلب مني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أي طلب، أي مال، إلا أعطيته إياه. وقد ثبت لي هذا الخبر من مصدرين، عن طريق الشيخ محمد بن الجميح رحمه الله، وعن طريق أيضا الشيخ بن باز رحمه الله عن مكاتبهم يعني. ثم يقول: لا يمر 4 أيام، يقول: أعدها عدا إلا وجدت أثر هذا الذي أعطيت الشيخ مهما كان كثيرا في مالي، وإذا لم أجده كلمت، يقول: أبنائي، وقلت أخشى أن نيتكم مدخولة، ما جاءنا الذي يأتينا بالعادة، ليس الشيخ الذي يرده، الشيخ أخذه، طبعا ليس لنفسه، للناس يأخذه الشيخ عبد العزيز. يقول: 4 أيام أجده فيته، وما يرجو عند الله، ولعله وجده بعد أن ذهب إلى ربه، أعظم أكثر. حتى يقول لمدير مكتب الشيخ ابن باز محمد الموتى رحمه الله: الشيخ إذا جاءوا طلبات قال: اكتب للتاجر الفلاني، اكتب للتاجر الفلاني. أقول له: يا شيخ، نكتب للشيخ محمد الجميح؟ قال: لا، خلوه الأخير، هذا مضمون مضمون، لأنه إذا طلبوا منه لن يردهم. يقول: فإذا طلبنا وحددنا إلى باقي 1,000,000 أقل أكثر، خلاص، قال: اكتب لمحمد الجميح. ومع ذلك يقول: أراه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. إذا أنفقنا بهذه النية، احنا ما نختبر الله جل وعلا، لكن بيقين وإيمان، وهذا ثابت ومضطرد. وبهذا يقول الله جل وعلا: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم. نعم، سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة. هكذا تنتهي هذه السورة، بأن الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، ما نعلم وما لا نعلمه فهو يعلمه سبحانه وتعالى. وأخيرا، هذه السورة سورة عظيمة، سورة التغابن، فلنحاول أن نقرأها بتدبر. كم قرأناها، كم سمعناها، أن نتدبرها، أن نقف مع معانيها. تجاوزت عن بعض اللفتات نظرا
لأن انحرفت أن أنهي هذه السورة هذا اليوم بإذن الله. كم فيها من المعاني الإيمانية، كم فيها من الدروس التربوية، كم فيها مما يدلنا على أبواب الخير بالعفو والصفح، كم فيها من دليل على التجارة، أن نقرض الله قرضاً حسناً. كل هذا من الله جل وعلا. ولكن النفس كما قالت ومن يوق شح نفسه، ابدأ بمعالجة نفسك. فيحدثني أختم حتى يأتي وقت الأذان، لأنه الإقامة حتى تأتي الإقامة، والإقامة أذان على كل حال. يقول لي أحد الأخوة عنده مشروع خيري عظيم، يقول دخلت على تاجر من كبار التجار وما استطعت أدخل عليه إلا على أساس أشتري منه أرضاً لمشروع عندنا. يقول فدخلت عليه قلت سمعت أن عندك الأرض الفلانية تريد تبيعها؟ قال نعم. يقول نحن أنا ما أريدها لنفسي، أريدها لمشروع خيري. فقال له يعني تقريباً كلامي إنما اسم يومه 200 المتر، هذا كلام قديم قبل أكثر من 20 سنة، لكن أنت ما دام مشروع خيري فلك 150 المتر. يقول فبدأت أحاوره حتى أعطانا إياها مجانا، قال هي لك. يقول قلت جزاك الله خير وما قصرت، لكن والله أني أرى أنه ما يليق أن أذهب لتاجر آخر يعمرون أرضك. قال تدري؟ نعم رح الله يبارك فيك. خلاص. يقول يوم خلصت قال خلصت يا فلان. قلت والله خلصت يا شيخ بس باقي عندي وحدي. قال ايش؟ قال الآن طيب احنا عمرناها وأقمناها تحتاج صيانة، أروح أجمع من الناس قروش حتى يصومون الأرض اللي أقمت أنت؟ يقول فوقف قلت انطق هذا الشيء انطق والله إن الشيطان ماسكن الآن لسانك. يقول لك أوقف أوقف. قال لا يا حول ولا قوة، هي لك المحطة المجاورة لها لكم. يقول فما خرجت هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة وهو دخل ليشتري الأرض إلا وجميع ما تبرع به هذا التاجر وهو موجود وحي عمره فوق 90 بارك الله في أهله وماله، وقد تبرع بقرابة 20 مليون، دخل ليشتري منه أرضاً وقد اشتراها. يقول أنا ما كذبت عليه، نعم إن الله اشترى من أنفسهم وأمواله، فهو اشتراء للمال. لكن أعجبتني كلمته يقول لما أطلب منه الطلب، لأن طلباته كانت متصاعدة بس أنا أعطيتكم إياها باختصار، ثم يتوقف أقول انطق انطق الشيطان الآن جالس ماسك، انطق قبل أن يمنعك قبل أن يحرمك الخير، فيقول هي لك. نعم. فحتى أنه يقول من الطرائف يقول كنت أعطني سك الأرض أخاف إذا رجعت تتهون، يمزح معه طبعا. قالوا هذا سك الأرضك. حقيقة يا أخوان الشيطان هو الذي يمنعنا، نحاول أن نحسن، نحاول أن نصلي، نقرأ، نتصدق، يأتي الشيطان. ومن يوق شح نفسه، نعم النفس تأمر حقيقة، كما يقول سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء فطوعت له نفسه. فلنحذر من أنفسنا أشد من غيرنا، لأن غيرك إذا جاء إليك قد يسمعك آخر ويصدك عنه أو يصده عنك، لكن نفسك التي بين جنبيك كيف تتغلب عليها؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا على أنفسنا. وأنبه الأخوة الكرام وأعتذر منهم أن الأسبوع القادم سنؤجل الدرس القادم نظر لأننا عندنا مؤتمر عالمي لتدبر القرآن الذي نحن في درسه في الدار البيضاء بالتعاون مع إحدى الجامعات هناك، وسأكون هناك إن شاء الله في الأسبوع القادم، فنعتذر وموعدنا بعد أسبوعين بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم فالقرآن كلام الله، نعم رسائل من ربنا، وإذا كان كذلك فالمذنب يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام، لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض، لأن العرب تقول هو حري بكذا. أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. ما فيها من أشجار وما فيها من جبال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رؤية الهلال